السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه هبد كوره، معكم عصام السرساوي. وزي ما عودناكم قبل ما نبدا اي حلقه نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كلاسيكو الارض الافريقي، ديربي الغضب الافريقي، ديربي الغضب المغربي. الرجاء يستضيف الوداد المغربي في مباراه سائريه بالنسبه للوداد بعد اللي حصل فيه بعد مباراتين كاس محمد السادس او البطوله العربيه، وتاكيد الزعامه بالنسبه للوداد على اخر ماتشين. طبعا هنتكلم عن اخر ماتشين كانوا ما بينهم في كاس محمد السادس وليه هيبقى مباراه سائريه، وهنتكلم طبعا عن مين المتصدر في الدوري وبياتي الرجاء في المركز الكام والوداد في المركز الكام وليهم كام مباراه لعبوا، كام مباراه ليهم، كام هدف عليهم كام هدف. وهنتكلم عن الظروف المحيطه بالديربي القوي اللي بينتظره كل افريقيا، اللي بينتظره كل مغربي، وداد الامه قدام الرجاء العالمي. يلا بينا نخش على الحلقه، بس قبل ما نخش على الحلقه لايك كتير عشان الفيديو بتاعنا ينتشر، وشير للحلقه واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. يلا بينا نخش على الحلقه. هتكلم عن اخر لقاءين جمعوا ما بين الوداد والرجاء. الوداد اللي اتعادل وقدر يتعادل في كاس محمد السادس على ارض الرجاء 1-1، وانا عن نفسي قلت فرص الوداد اقوى من فرص الرجاء. الوداد اللي هيلعب على ارضه مباراة العودة، وفعلا استنينا مباراة العودة، بس المباراة العودة لقينا الوداد شارخ وفايز 4-1 قبل النهاية حوالي بتلت ساعة. انا عن نفسي قلت خلاص المباراة انتهت، هي مسألة وقت بس، التلت ساعة هتعدي والوداد ألف مبروك وهارد لك للرجاء، والنتيجة تقيلة، ازاي الرجاء يتغلب من الوداد بالنتيجة التقيلة دي واحنا عارفين الديربي ما بينهم وعارفين الصراعات ما بينهم من أول ما الدوري المغربي والتنافس اللي ما بينهم في الدوري المغربي وخارج حتى الدوري المغربي في بطولة أفريقيا، ازاي 4-1؟ لكن اتفرج على المباراه 4-2 4-3، لا يا جماعه مش للدرجه دي، يعني مش هيجيبوا 4-4 ده فاضل دقيقه ويتحسب فاول لمحسن متولي، محسن متولي يرفعها والهدف التعادل ينفجر الاستاد. انصار الوداد طبعا مش مصدقين، وانصار الرجاء فرحه هستيريه، وانا عن نفسي كنت قاعد عامل اسقف بجد والله، عمال اسقف للفرقتين والجمهور الفرقتين، الجمهور اللي كان عامل حالة في المباراة، إذا كان جمهور الوداد العظيم الوداد الأمة والرجاء العالمي والتفاهات اللي دخلوا بيها والدخلات واللي عاملينه والحالة اللي عاملينها والتشجيع، صراحة مباراتين كانوا في القمة يليقوا باسم الوداد والرجاء ويليقوا باسم المغرب، حاجة بجد بجد حاجة ممتعة جدا جدا. المباراة النهاردة بتأتي في ظروف استثنائية، الوداد لرد الاعتبار والرجاء عايز يؤكد زعامته للكرة المغربية. هنتكلم عن شكل الفرقتين في جدول ترتيب الدوري، هنتكلم عن الوداد المتصدر ب 19 نقطة متصدر الدوري المغربي، لعب 8 ماتشات فاز 6 اتعادل مباراة، هزم في لقاء جمع 19 نقطة ل 14 هدف وعليه 4 أهداف. الناحية التانية الرجاء بيأتي في المركز الخامس بس لعب مباراة أقل من الوداد، لعب 7 لقاءات فاز 4 واتعادل 2 واتغلب في مباراة ليه 9 أهداف وعليه 5 أهداف وليه 14 نقطة. دي ظروف الفرقتين في جدول الترتيب، يعني لو قلنا إن الرجاء فاز في المباراة المؤجلة اللي هي بتفرق بينه وبين الوداد يبقى هيبقى 19-17، هيأتي برضو إن الوداد سابق الرجاء في الترتيب، بس المباراة دي هتبقى قوية جدا جدا لأن الرجاء مطالب إنه يفوز عشان يتخطى الوداد في جدول الترتيب، وكمان لأنه لازم يفوز الماتش المؤجل هيبقى 20 نقطة ل 19 نقطة، بس في فرقة كده مستخبية نهضة البركان، نهضة البركان كده عندها 17 نقطة ولعبت 7 ماتشات بس. سيبنا من لحظة البركان دلوقتي، احنا بنتكلم على الديربي، ديربي هيبقى قوي، ديربي رد الاعتبار. يعني لو بتتكلم عن الوداد والرجاء فانت بتتكلم عن قطبين تقال جدا جدا في الكرة المغربية، بتتكلم عن
فرقتين اخويا جدا جدا ولهم باع وتاريخ طبعا في افريقيا. الرجاء اللي واخد تاني كاس العالم للأندية اللي اتلعبت في المغرب وبايرن ميونخ واتغلب من بايرن ميونخ وعمل بطولة رائعة. لو هنتكلم عن الوداد اللي واخد بطولة افريقيا مرتين، الوداد اللي عامل شغل عالي جدا جدا. فيعني بنتكلم عن فرقتين تقال، مباراة هتبقى صعبة، مباراة هتبقى قوية حتى لو على ارض الرجاء ملهاش مقياس. احنا شفنا الماتش الاولاني في البطولة العربية اتعادل الوداد على ارض الرجاء، وجه الرجاء ردله التعادل 4-4 بريمونتادا من 4-1. فالمباراة دي خارج التوقعات، دايما لقاءات الديربي بتبقى خارج التوقعات زي الاهلي والزمالك كده، زي ما بتتكلم في تونس عن النجم الساحلي وعن الترجي. المباريات دي مهما كان مين افضل من مين داخل المباراة، هي لحظة لعب التسعين دقيقة اللي بيحدد. متوقع طبعا انها هتبقى مباراة ممتعة، متوقع انها هتبقى مباراة قوية. المباراة بكرة الساعة 4، المباراة كل هيستناه وهنطلع نتكلم بعد المباراة. قول لنا في الكومنتات رأيك في اللقاء، الرجاوي متوقع فرقته هتعمل ايه والودادي متوقع فرقته هتعمل ايه. انا بقى طبعا هقعد كده واتفرج باستمتاع، لان انا يعني وان كنت ما بشجعش فرقتين فيهم، بس كأهلاوي بأمين للرجاء، لأن احنا عارفين طبعا ان الأهلي والرجاء دويتوا كده مع بعض، والوداد والزمالك دويتوا كده مع بعض، فتلاقيني شوية ايه بحن للرجاء عشان العلاقات اللي ما بين الأهلي والرجاء والتوأمة اللي ما بين الأهلي والرجاء وحب الجمهور لبعضه. احنا ما بنكرهش الوداد، بس انا بالنسبة لي هقعد محايد طبعا، هستمتع بالمباراة مش هبقى مشدود. نتمنى التوفيق في ديربي بكرة ويطلع طبعا ب نتيجة مرضية للي يلعب احسن ويطلع بشكل يليق بالجمهورين، وهنتفرج بكرة على متعة الجمهورين في الدخلات كده. من كوة وصلنا نهاية الحلقة، يتنزل تدعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس.